السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندس اسلام رضا. هنشتغل مع بعض النهاردة ان شاء الله تالت حصة لينا في مراجعة الفلويد ميكانكس. هنتكلم فيها عن اللزوجة. المرات اللي فاتت اتكلمنا عن بعض خواص المناع، الدينستي، البالك مودرس، والبيبر بريشر. النهاردة هنتكلم على الفيسكوستي. بالنسبة للفيسكوستي، لو تخيلنا ان في عندنا طبقة مائع عاملة بالمنظر دوت، دي اللايرز بتاعتها او الجزيئات اللي فيها، لو اثرنا عليها بشير ستريس معين تاو، الجزيئات دي هتبدأ تنقل طاقة الحركة ما بين اللاير والتانية لحد ما نوصل لتوزيع سرعات عامل بالمنظر ده. لو حبينا نرسم علاقة بيانية ما بين السرعة على المحور الأوف كيو والمسافة العمودية واي، هتطلع العلاقة ديت بوجه عام نون لينير بالشكل دوت. بنسمي الميل بتاع العلاقة ديت الدي يو باي دي واي، بنسميه الريت اوف شير سترين. زي ما عندنا نورمال ستريس سيجما ونورمال سترين ابسلون، عندنا برضو نورمال ستريس نور شير ستريس تاو، وعندنا ريت اوف شير سترين دي يو باي دي واي. العلاقه طبعا هتطلع ما بين الاثنين دول تاو ودي يو باي دي واي، علاقه طرديه. هنشيل علامه التناسب ونحط يساوي. ثابت التناسب دوت هو ده الفيسكوستي او اللزوجه، والقانون دوت هو ده قانون نيوتن للزوجه او نيوتنز لو فور فيسكوستي. في بعض الحالات الخاصه هيكون عندنا طبقه الفلويد دي محصوره بين تو بليتس، واحد منهم ثابت والتاني حر الحركه. المساحة بتاعتهم ايه؟ المساحة السطحية، والمسافة بينهم واي. ولو أثرنا على اللوح اللي بيتحرك دوت بقوة اسمها اف، ساعتها هيتحرك بسرعة يو بتوزيع سرعة لينير بالشكل دوت، توزيع سرعة خطي بالمنظر ده. ساعتها بقى قانون نيوتن لو عوضنا فيه، تاو بيساوي ميو دي يو باي دي واي. التاو هتساوي الشير فورس على الشير اريا، على السيرفس اريا، فورس على الاريا. والدي يو باي دي واي هتبقى ميو دلتا يو على دلتا واي، هتساوي ميو في كابيتال يو على كابيتال واي. يعني نقدر نوصل للقانون البسيط، ميو بتساوي الفورس بتساوي ميو في الاريا في يو على واي. لو حبينا نرسم علاقه بيانيه تعبر عن علاقه بين الريت اوف شير سترين وما بين الشير ستريس، هتطلع العلاقه ديت علاقه لينير بالشكل دوت. ميل العلاقه ديت ثابت وهو ده الفيسكوستي. الفيسكوستي هي خاصية من خواص السائل أو خواص المائع، بتعتمد على نوع الفلويد. فلو بعض الفلويدز بتبقى سهلة الانسياب الفيسكوستي بتاعتها قليلة، بعض الفلويدز التانية الفيسكوستي بتاعتها أكبر الانسياب بتاعها أصعب. فلو قلنا مثلا إن الخط اللي قدامنا دوت بيمثل المية، فممكن لو رسمنا خط بيمثل الهواء هيطلع الميل بتاعه الفيسكوستي بتاعته قليله قوي والميل بتاعه صغير زي ما احنا شايفين. المواعي الثقيله زي الاويلز بتاعه العربيه، زيوت العربيه، هيطلع الميل بتاعها كبير قوي بالمنظر ده. كل خواص الفلويد تقريبا بتتاثر بدرجه الحراره. تعال نشوف كده تاثير الحراره على لزوجه زيت التروس، زيت صندوق التروس اللي في العربيه. عند 60 درجة مئوية لو جبنا كمية من الزيت ده وحاولنا ندلقها هتلاقي، بص كده، سهل الانسياب، سهل أوي تدلقه. لو قللنا درجة الحرارة 20 درجة مئوية نحاول نطلق نفس الزيت هيتدلق يعني نوعا بصعوبة أكتر. نكرر نفس الكلام عند 5 درجات، بقى تقيل زي العسل. عند -5 اتقل كمان. وعند -20 تقريبا مفيش فلو خالص، الفلويد بقى تقيل قوي، بقى الفلو بتاعه صعب جدا. لو حابين نرسم علاقة بيانية ما بين التمبرتشر على المحور الأفقي والفيسكوستي على المحور الرأسي، هتطلع العلاقة ديت علاقة
عكسية بالشكل ده، كل ما بتزيد درجة الحرارة الانسياب بتاع الزيت بيبقى اسهل، يعني اللزوجة بتقل. وهو ده اللي بيفسر ليه الميكانيكي بيطلب منك دايما ان انت تسخن العربية قبل ما تطلع بيها، علشان التسخين بيقلل لزوجة الزيت فبيقدر يمشي في المواسير، فبيقدر يوصل للاماكن المطلوب منه ان هو يزيتها. العكس تماما بيحصل مع الغازات، التركيب الجزيئي بتاع الغازات بيخلي لزوجتها بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة بالشكل ده. لو رحنا لموضوع تاني اللي هو موضوع النون نيوتونيان فلويدز، فلو قلنا والله ان احنا كان عندنا فلويد ما بين تو بارال بليتس بالشكل ده واثرت عليه بقوه مماسه اسمها 100 نيوتن، ممكن يتحرك بتوزيع سرعه وسرعه مماسه 10 متر في الثانيه. لو احنا كررنا نفس التجربه لكن مع ضعف القوه، المتوقع من قانون نيوتن اللي بيقول ان الفورس بتتناسب طردي مع اليو وان الفيسكوستي بتساوي كونستانت، المتوقع ان السرعه تتضاعف توصل 20 متر في الثانيه. ضعف القوه ضعف السرعه. بعض المواقع ما بتخضعش للقانون دوت، بعض المواقع بتلاقي ان انت لو ضعفت القوة السرعة هتزيد لكن اكتر من الضعف. مواقع تانية بتلاقي ان لو ضعفت القوة السرعة هتزيد لكن اقل من الضعف. كأن الحالة الاولانية ديت اللزوجة فيها لما زاد الاسترس اللزوجة قلت، بحيث ان السرعة زادت بشكل كبير جدا، وان الحالة اللي تحت ديت لما زاد الاسترس اللزوجة زادت بحيث ان السرعة هتزيد لكن مش لدرجة الضعف. في بعض الحالات بقى بيحصل شيء مختلف، بتلاقي ان بعض الفلويدز زي الشحم عند الاسترسز القليلة بيفضل ساكن ما بيتحركش خالص، ما بيفيش اي حركة تماما، لو سيبته على السطح بيفضل زي ما هو، محتاج علشان يبدأ يتحرك قوة كبيرة فيبدأ يتحرك بسرعة معينة. الحالات دي كلها بنلاقي فيها ان لزوجة الفلويد مش كونستانت، اللزوجة طلعت فانكشن في الاسترس. الحالات ديت لا تخضع لقانون نيوتن، يعني نون نيوتونيان فلويدز. لو حبينا نتفرج كده على فيلم يقارن لنا بين النيوتونيان والنون نيوتونيان، ادي مخبرين فيهم نيوتونيان فلويد ان وان، نفس النيوتونيان فلويد، واحد منهم البريشر هيد اللي فيه ضعف التاني. هنبدا نفتح المخبرين دول من تحت ونشوف كده هيحصل فلو عامل ازاي. بص كده اللي حصل ان نتيجة ان البريشر في واحد او الاسترس في واحد ضعف التاني، فلقينا ان الفلوريت اللي بينزل الفلويد الفلوريت في الاخر هيبقى ضعف التاني. علاقة مباشرة ما بين الاسترس والفلو. طيب تعال نكرر نفس الكلام بس مع نون نيوتونيان فلويدز. ادي حالة قدامنا هيت نون نيوتونيان فلويد، نفس المخبرين ونفس البريشر هيد ضعف البريشر هيد. بص كده هيحصل ايه. في الحاله اللي قدامنا ديت اللي حصل ان نتيجه تضاعف الهيد الفلوريت هيزيد لكن بدرجه كبيره جدا اكتر من الضعف. كان الهيد لما تضاعف، كان الاستريس لما تضاعف قلل لزوجه السائل بحيث ان الانسياب بتاعه بقى سهل قوي والفلوريت بتاعه كبير جدا. نكرر نفس الكلام بس مع نون نيوتونيان فلويد مختلف اللي قدامنا دوت. بص بقى المرة دي ايه اللي حصل؟ لما تضاعف الهيد اللزوجة زادت بحيث ان الفلوريت زاد لكن مش لدرجه الضعف. حاله مختلفه بالنون نيوتونيان فلويد بيزيد فيها اللزوجه مع زياده الاستريس. ناخد هنا فيلم كمان بيوضح لنا امثله عمليه على النون نيوتونيان فلويدز. بيقول لك في الاول طبعا ده قانون نيوتن للزوجه، المفروض ان هو بيتطبق على نوع معين من الفلويدز بيسميها نيوتونيان فلويدز. الاستريس بيتناسب مع الاسترين والفيسكوستي بتكون كونستانت. تعال نشوف كده بعض الفلويدز اللي ما بتخضعش القانون دوت. حالة مثلا بص كده على محلول النشا اللي قدامنا، نشا الذرة اللي قدامنا، بص عليه كده بيضرب عليه بالمطرقة ما بيحصلوش أي حاجة، كأنه سطح صلب تماما، اللزوجة بتاعته رهيبة. طب تعالى بقى حرك صباعك بالراحة جواه تقدر تخترقه بسهولة، كأن اللزوجة
بتزيد مع الاستريس. حاله كمان غريبه قوي اللي قدامنا دي، فلويد مش سوليد. الفلويد دوت بيعمل زي الكره البلاستيك كده، يرد من على السطح لسطح الوجبه الاصلي، لكن لو سبته فتره على الارض هيفرش زيه زي قطره ميه سيبناها على الارض. حاله كمان زي الكاتشب، الكاتشب والمايونيز الحاجات ديت في الحاله العاديه بتبقى ساكنه، لازم تاثر عليها بستريس كبير بدرجه كافيه عشان تبدا تتحرك، لازم تضغط عليها بستريس عالي عشان تبدا تتحرك. البويه، البويه بقى حاله ثالثه بتلاقي فيها ان البويه لما تبقى على الريشه مفيش عليها اي ستريس بتبقى اللزوجه بتاعتها عاليه، لما بتبدا تضغط عليها على الحيطه بتبدا تمشي بمرونه كان اللزوجه بتاعتها قلت مع زياده الاستريس. لو حبينا نرسم علاقه بينيه ما بين الشير سترين وما بين الريت اوف شير سترين وما بين الشير ستريس، هتطلع العلاقه دي لينير في حاله النيوتونيان فلويد وميلها ثابت اللي هو الفيسكوستي. زي ما قلنا بعض الحالات زي الشحم وزي الكاتشب وزي المايونيز وزي الكريمات وزي حاجات كتيره، بنلاقي ان الفلويد عند الاستريس القليل ما بيقدرش يتحرك، ما فيش فلو خالص، لازم الاستريس يزيد بدرجه كافيه بحيث يبدا يعمل فلو. حاله كمان بتلاقي ان كل ما بيزيد الاستريس اللزوجه بتقل، كل ما بيزيد الاستريس الميل بيقل اللزوجه بتقل زي البويه. حاله كمان العكس بيحصل، كل ما بيزيد الاستريس كل ما اللزوجه بتزيد اكتر، كل ما بيزيد الاستريس اللزوجه بتزيد اكتر زي محلول النشا اللي احنا شفناه. الحالات دي كلها بيسميها نون نيوتونيان فلويدز، مواقع لا تخضع لقانون نيوتن. ملخص الحلقه ديت، بدانا اتكلمنا عن الفيسكوستي وعرفنا قانون نيوتن للزوجه، اتكلمنا عن اللزوجه بتاعه المواقع المختلفه، اتكلمنا عن تاثير درجه الحراره، واتكلمنا عن نون نيوتونيان فلويدز. كده خلصنا الحلقه، نشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.